أصدر المجلس المحلي لمدينة حلب صباح اليوم الثلاثاء تعميما يقضي بتحديد أسعار السلع والمواد الغذائية داخل المدينة، إضافة إلى منع احتكار البضائع أو إخفائها من قبل التجار وأصحاب المحال التجارية. وقال البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للمجلس أن أي تاجر يقوم باحتكار أو إخفاء السلع الأساسية سيحال أصولا إلى القضاء عبر اللجان التموينية التابعة للمجلس بمؤازرة شرطة المدينة. وينضم إلينا عبر سكايب من حلب بشر حاوي، عضو المجلس المحلي لمدينة حلب. مرحبا بك سيد بشر، ما هي آليات تطبيق بنود التعميم الذي أصدره المجلس؟ أهلا وسهلا أستاذ أصلان، الله يبارك فيك. نحن البارحة تم الاجتماع مع الفصائل العسكرية، فصائل الثوار الموجودة في مدينة حلب، واختار بهذا الأمر ووضع خطة عملية لملاحقة ومتابعة هذه المخالفات التي تتم، ولاحظناها منذ بداية إغلاق طريق الكاستيلو في مدينة حلب. كما أيضا تم الاجتماع مع كبار التجار في مدينة حلب اليوم في المجلس المحلي لمدينة حلب، واختارهم بهذا الأمر وتنبيههم على هذه المسألة المهمة. طبعا تم إخبارهم أنه الذي سوف يتم ضبط مخالفة لديه في محله أو في مستودعاته سوف يتم مصادرة هذه المواد الغذائية والتموينية الضرورية جدا لحياة المدنيين هنا في مدينة حلب، وسيتم إحالته إلى المجلس المحلي ليقوم بتوزيعها بالطريقة التي يراها مناسبة. طيب، ما هي الضمانات لعدم تكرار أو احتكار السلع والمواد الغذائية؟ هي عبارة عن مصادرة هذه المواد. عندما يرى التاجر أن مواد تصادر وتباع أمامه بسعر معين، طبعا يتم إعطاء هذه الأموال التي يتم وارد البيع إلى التاجر طبعا، لكن عندما يرى أن مواد تصادر أمامه وتباع سوف يمتنع عن هذا الأمر طبعا بالقوة العسكرية. اجتمعت الفصائل على هذا الأمر وفوضت مجلس المدينة بالمضي بهذه الخطة التي وضعها أمامهم على الطاولة. سوف يقوم مجلس المدينة بتنظيم ضبوط مخالفات من خلال الموظفين، وهم ما يقارب 50 موظف. قد تم تفريغ 50 موظف للبحث عن المخالفات وإخبار المجلس فيها والتبليغ عنها. سوف يتم تنظيم ضبوط من قبل المجلس وإحالتها إلى القوة التنفيذية المشكلة من الفصائل الموجودة في مدينة حلب ليتم التعامل معها. طيب، هل لديكم خطة عمل لمواجهة الحصار في حال استمر أكثر من ذلك؟ طبعا نحن الآن قيد تنظيم المواد وتنظيم صرف المواد الرئيسية أو الأساسية الموجودة الآن بين أيدينا. هناك مواد موجودة بين أيدينا سوف يتم إدارتها من خلال مجلس المدينة وتقنينها. هناك مواد رئيسية كالطحين والمحروقات، سوف يتم التشاور في ووضع خطة عمل من قبل المجلس المحلي بالإضافة إلى المنظمات العاملة في حلب المحررة، ويتم تقنين صرف هذه المواد بطريقة تؤدي إلى التوزيع العادل أولا، ودوام واستمرار أو إطالة أمد هذه المواد الموجودة بين أيديننا الآن. نعم، من حلب بشر حاوي الناطق باسم مجلس مدينة حلب، شكرا جزيلا لك.